موجز من الانباء اليكم ابرز عناوينه. قبل موعد رئاسيتها 2014 احزاب التيار الاسلامي بالجزائر تعيش الانقسام والتشدد. انفجار في بئر العبد بجنوب لبنان وحزب الله يطوق المنطقة. أهلا بكم إلى التفاصيل. تتجه أحزاب التيار الإسلامي بالجزائر مرة أخرى للانقسام والتشتت بعد أن عجزت عن بلورة تصور مشترك تجاه رئاسية 2014 بسبب حرب الزعامة التي تميز قيادات هذا التيار. متابعة في تقرير الزميل أحمد حفصي. يبدو أن حرب الزعامة بدأت تقضي على أحلام منتسبي التيار الإسلامي في الجزائر بالوصول إلى قصر المرادية خلال الاستحقاق الرئاسي القادم. إسلاميو الجزائر الذين انتعشت حظوظهم على خلفية ظهور قيادات جديدة تبنت خطابا ناريا مستثمرة في الأزمات الداخلية التي يعيشها قطباء التيار الوطني الأفلان والأرندي. تهاوت طموحاتهم في تقديم مرشح إسلامي توافقي بتدشين زعامات ذات توجه إسلامي حملة انتخابية مسبقة بعد إعلان نيتها خوض رئاسية 2014. بوادر الانقسامات في التيار الإسلامي جاءت غداة اختلاف وجهات نظر قادت هذه التشكيلات السياسية حول طريقة بلورة تصور مشترك تجاه رئاسية 2014. وعلى النقيض من ذلك يتواجد حزب عمار غول وعمار بن يونس تجمع عمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية في رواق جيد ليكونا ورقة فاعلة في رئاسية 2014، خاصة أنهما يتسيدان المشهد السياسي. فعمار غول الذي لبس في آخر ظهور أمام حشد من مناضليه ثوب مرشح محتمل في اللحظات الأخيرة لرئاسية 2014 كان قد وأدى أي مشروع للتكتل مع رفيق الأمس غريم اليوم عبد الرزاق مقري الذي يعد هو الآخر العدة لموعد أبريل 2014. ليبقى السوسبنس سيد حمى رئاسية 2014 في انتظار ظهور الأوزان الثقيلة. قال المدير العام للأمن الوطني لواء عبد الغني الهامل خلال زيارة قادته صبيحة اليوم لولاية جالما أنه حان الوقت لمحاسبة كل شرطي عن أدائه في عمله ومدى تطبيقه لكل المخططات التي تسهر الشرطة على تطبيقها بعد توفير كل المطالب الاجتماعية لأفرادها. ميكروفون فاطمة الزهرة شمخ. ممثلي المجتمع المدني، نهار اللي حليت المشاكل هذو وحليت كل المشاكل الاجتماعية هنا بديت نتكلف بالجانب العملياتي وبديت نحاسب الشرطي على العمل. انفجرت سيارة مفخخة صباح الثلاثاء في حظيرة للسيارات قرب مركز التعاون الإسلامي في بئر العابد في الضاحية الجنوبية الشيعية للعاصمة اللبنانية بيروت، حسب ما أعلنه تلفزيون المنار الذي أكد أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من الجرحى بإصابات طفيفة دون تسجيل أي أو أي حالة وفاة. وإلى مصر الآن، أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مساء الاثنين إعلانا دستوريا للمرحلة الانتقالية الجديدة في مصر. سيتم بموجبه إجراء انتخابات برلمانية بمجرد الموافقة في استفتاء على التعديلات للدستور المعلق بما يحدد إطارا زمنيا لإجراء الانتخابات البرلمانية خلال حوالي 6 أشهر. وجاء في الإعلان الدستوري أنه سيتم تشكيل لجنة تأسيسية في غضون 15 يوما لإدخال تعديلات على الدستور المصري ذي الصبغة الإسلامية المثير للجدل والذي بدأ العمل به في ديسمبر الماضي. وعلق الأثر أو وعلق إثر عزل الرئيس محمد مرسي وعلى اللجنة التأسيسية الانتهاء من عملها في مدة أقصاها 2 شهر. يدعو على إثرها الرئيس الانتقالي إلى استفتاء على الدستور المعدل في غضون 1 شهر. وأعلن المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت أحمد المسلماني أن سمير رضوان هو المرشح الأقرب لتولي رئاسة الوزراء، فيما أعلن المتحدث باسم حزب النور المصري نادر بكار أن الحزب يوافق على تسميته. أكثر من 50 قتيلا هي حصيلة حادث إطلاق النار بالقرب من مقر الحرس الجمهوري
أين مكانه أو أين كان اعتصام المؤيدي للرئيس المصري المعزول محمد مرسي للتوالي أو لتتوالى الاتهامات المتبادلة بين جماعة الإخوان المسلمين والجيش المصري الذي أكد بعدم السماح بالانفلات الأمنية في مصر. محمد قريشي في هذا التقرير. في مشهد هو الأكثر دموية منذ انطلاق موجة العنف التي عقبت عزل محمد مرسي أول رئيس مصري ينتخب بطريقة ديمقراطية بعد الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك. أكثر من 50 قتيلا هي الحصيلة الدامية لحادث إطلاق النار بالقرب من مقرية الحرس الجمهوري حيث كان يعتصم أنصار مرسي للمطالبة بإعادته إلى منصبه. لتشد بعدها الاتهامات والمتبادلة وتزداد وتهديدات بتصعيد الوضع، جماعة والإخوان المسلمين أكدت على أن الحادث هو جريمة في حقية الديمقراطية وأن ما فعله عناصر الجيش المصري هو تعدي صريح وواضح على مبادئهم ومطالبهم الشرعية. من جهته أكد الجيش المصري على لسان المتحدث باسم الجيش العقيد أركان حرب أحمد علي في مؤتمر صحفي بالقاهرة على أن الجيش لن يسمح بالعبث بالأمن القومي واستمرار حالة الانفلات، مطالبا أنصار محمد مرسي إلى فض اعتصامهم. في خبر مهم جدا، القوات المسلحة والشرطة المدنية لم تتحرك للتعامل مع المتظاهرين، بل كانوا يقومون بمهمة أساسية في حماية أحد المنشآت الوحدات العسكرية، ودي مهمة أصيلة لهم، ولكن التحرك كان تحرش بهذه القوات واستهدافهم لمحاولة خلق هذا المشهد. يحدث هذا في وقت تطالب فيه قيادة الإخوان الشعب المصري بانتفاضة شعبية، ويزداد الجدال وسط الشارع بين مؤيدين ومعارضين في حرب جديدة هي حرب الميادين. بالعودة لأخبار الوطن، وعلى غرار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك يحتل الفريكا الصدارة من حيث المواد الغذائية الأكثر مبيعا خلال شهر رمضان الكريم. وما إن يحل علينا الشهر المعظم، من لا يفوت أو لا يفوت بعض الباعة في الأسواق فرصة التحايل على الزبائن لتسويق سلعة يمكنها أن تكون أي شيء سوى مادة الفريكا. تشهد الأسواق الجزائرية حركة كثيفة لمستهلكين شرعوا في اقتناء حاجيات لا يمكن الاستغناء عنها خلال رمضان كالفريك. وككل سنة يتفنن بعض التجار في الغش والتلاعب بمواصفات هذه المادة التي تدخل في تحضير طبق الشوربة. ويعد الفريك من المواد الأساسية في المائدة الرمضانية، والتفريق بين الفريك المغشوش والفريك الحقيقي سهل جدا. لا 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 لا، هذا الفريك الأصلي، المادة تاعو التي تعطيه اللون الأخضر، يعني هذه المادة محتوات في مكونات هذا الفريك، بينما هذه المادة الخضراء هي عبارة عن مادة ملونة يكتفي يعني فقط أن نغسلها شوية ويروح اللون تاعها، وبالتالي يعني يكشف بأنها مادة مغشوشة. يعني هذا الأخضر ما هو إلا عبارة عن صبغة. ومع هذا الغش الحاصل في الأسواق الجزائرية، يجد المواطن نفسه حائرا وتائها في اختيار الفريك، فيما هناك من يستطيعون التمييز بينهما. يشري على مول المحل كونفيونس خير من يشري من برا. هذا واش كاين، هما كاين مشتريه يجي يقول لك ديت الفريك مسبوق باسكو ما يشريش كونفيونس. توتافي نورمال، على بالي بلي مدرح باسكو مدار يشري ونلقاوه مدرح. ما يجيبوش يعني حاجه ناتيريال طبيعيا، نقولوا مخدومه وجايبينها لهنا باش يبيعوها هنا، ما يجيبوه ما كونتيتي ويبيعوه هنايا كي الحق رمضان هذا، كل واحد يولي يطبع للناس. وتبقى العائلات الجزائريه تقبل على شراء الفريك الذي يبقى سيد المائده طوال شهر رمضان الفضيل. قال مدير التوجيه الديني والتعليم القراني انه تعذر رؤيه الهلال في مختلف ولايات الوطن وحتى في باقي الدول العربيه المسلمه، راجع الى ان غروب القمر في هذه الليله سبق غروب الشمس. عموما التقارير العلمية المثبتة لدى الكثير من المراصد الفلكية المعتبرة تقول بعدم إمكانية الرؤية في كل العالم العربي والإسلامي، وطبعا نحن شرعا أمرنا أن نتحرى الهلال، وقد ثبت في كل ولايات الوطن تقريبا عدم رؤية الهلال رغم وجود صفاء في كثير من الولايات، وهذا لأن القمر يغرب في بعض الأماكن قبل غروب الشمس، وفي بعض الأماكن حسب الخطوط في الكرة الأرضية يغرب مع غروب الشمس، وبالتالي لا يمكن رؤيته
بالعين المجردة هذا يقين، وبالتلسكوبات في كل العالم العربي وإفريقيا لا يمكن أن يرى، ربما سجلت نقطة من نقاط جنوب ولاية جنوب أمريكا اللاتينية، وهذا طبعا لا يعنينا. ونختم هذا الموجز بطريقة رصد هلال رمضان في الجزائر من بوابة ولاية بشار، أين اجتمعت لجنة الأهلة لرصد هلال رمضان بمسجد الفلاح برئاسة إمام المسجد، وارتقت إلى سطح المسجد المكان الذي تعودت على رصد الهلال منه، إلا أن الغمام الذي كان في الأفق حجب رؤية الهلال من قبل اللجنة تلفزيون النهار، تنقل قبل موعد الرصد، فكانت هذه المشاهد والتصريحات. أشهد أن لا إله إلا الله، إذن حسب ما يظهر لنا يعني في الجهة التي نرصد منها الهلال أن فيه بعض يعني السحاب، فيه بعض الغيم، وهذا يمنعنا من الرؤية الحقيقية. إلى هنا ختام الموجز، إلى اللقاء.